بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في محاضرات الرسم بالحاسب، دي ثاني محاضرة إن شاء الله. هنبدأ على طول. طبعاً إحنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على إزاي تعمل صفحة ويب بسيطة، عرفنا تعرفنا بسرعة كده على الـ HTML وعلى الـ Cascade Style Sheets الـ CSS وعلى الجافا سكريبت، عرفنا إن إحنا ممكن إيه ناخد HTML كود ونلونه وبعد كده بالـ CSS نلونه ونحرك الايه الاوبجكتس ولا حاجه ونغير الالوان لما الماوس تيجي على البتون او نعرض رساله لما نعمل كليك بالجافا سكريبت. حاجه بسيطه كده، مقدمه بسيطه، والمفروض ان انتوا تكونوا عارفين الكلام ده، يعني المفروض ان انت قبل ما تدخل الكورس ده تكون عارف جافا سكريبت و اتش تي ام ال والحاجات البسيطه دي. فكانت مقدمه، احنا مش هنحتاج كتير في الاتش تي ام ال، يعني مش هنحتاج حاجات كتير في الاتش تي ام ال ولا الجافا سكريبت، احنا هنحتاج بس ايه تكون عارف شوية في الجافا سكريبت، يعني شوية في الفانكشنز، ازاي تكتب فانكشن في الجافا سكريبت و HTML بسيط، فمش هنحتاج تفاصيل كتير. هندخل هنا في الجرافيكس بقى بالتفصيل ان شاء الله، ودي اول محاضرة في الجزء بتاع الجرافيكس. احنا هنشتغل في الجرافيكس، هنشتغل في حاجة اسمها ويب جي ال، هنشتغل بحاجة اسمها ويب جي ال. تمام، اول حاجة هتكلم بشكل عام اللي احنا الكورس كله اجمالا هيبقى ماشي ازاي. اول حاجة هنتعرف على حاجة اسمها الاوبن جي ال بايب لاين. الويب جي ال اللي احنا بنشتغل فيه هو الاوبن جي ال بس على الويب، يعني بدل ما نعمل ديسكتوب ابلكيشن، عارفين برامج الديسكتوب، بدل ما تعمل ديسكتوب ابلكيشن هتعمل ابلكيشن على الويب، على صفحة الويب، هتعمل رسمة او لعبة او اي حاجة على الويب مباشرة، يعني ممكن تعمل اللعبة وتشاركها مع اصحابك على طول، تعمل صفحة حتى لو فري، يعني ممكن جوجل اسمه جوجل بيجز ولا حاجة، حاجة فري ممكن تجيب جوجل بيجز تعمل تكتب عليها كود ويب جي ال وبعد كده تشاركه مع اصحابك تقول لهم شوفوا لعبة هي انا عملتها على الويب. فده الهدف، ان احنا نعمل جرافيكس على الويب. طيب هنتعرف على حاجة اسمها الاوبن جي ال بايب لاين، هنعرف يعني ايه بايب لاين كمان شوية. هنتعرف ازاي الكمبيوتر بياخد الرسمة او بياخد الرسمة اللي انت حاططها له وبعدين يعرضها على الشاشة. طبعا عشان توصل من احداثيات بيسموها لصورة قدامك على الشاشة بتمشي في مراحل معينة اسمها الاوبن جي ال بايب لاين. هنتعرف على الاوبن جي ال بايب لاين كمان شوية. بعد كده هنتعرف ازاي نعمل ابلكيشن في الويب جي ال. الويب جي ال اللي هي الانفايرمنت اللي احنا هنشتغل عليها عشان نعمل جرافيك، طبعا قلنا ان الانفايرمنت دي موجوده على الويب. عشان نعمل جرافيك على الويب محتاجين حاجه اسمها شيدرز. هنتعرف على الشيدرز، في حاجه اسمها شيدنج لانجويج، برضه هنعرف يعني ايه شيدنج لانجويج، يعني ايه شيدرز، الكلام ده كله هنتعرف عليه. في نوعين من الشيدرز، في حاجه اسمها فيرتكس شيدرز وفي فراجمنت شيدرز. الفيرتكس شيدرز خاصه بالاحداثيات، الفراجمنت شيدر خاصه بالفريمز اللي هتظهر على الشاشه. وبعد كده هناخد امثله على كل نوع، يعني كل الخطوات دي هناخد عليها امثله بشكل عملي، هنكتب اكواد ونشوف فعلا تاثير الحاجه دي قدامنا بالتطبيق. المفروض ان احنا هنوصل في الاخر للثلاث حاجات دول في اخر المنهج خالص، ان احنا نكون عندنا مقدره على رسم اوبجكتس، هناخد ابسط حاجه اللي هو المكعب، هيبقى عندنا مقدره ان احنا نرسم مكعب، ممكن نرسم اي حاجه، ممكن نرسم المكعب ده ممكن يكون غرفه خلاص. بعد كده المكعب ده لو رسمته بس كده هيظهر كانه بلاستيك، هتشوفوا دلوقتي، هتشوفوا يعني ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه كانه حاجه بلاستيك كده، حاجه رابر كده، مش واقعي. لكن لو ضفت له اضاءه هيبدا بقى ايه يظهر بشكل واقعي، هيبقى فيه اضاءه، هتحس ان ايه ان في لمعان في إيه؟ انت طبعا على حسب الماتيريال اللي انت هتحدده، ممكن تخلي الماتيريال بتلمع زي جسم السياره مثلا، او خافت زي مثلا التراب والصحراء، زي ما انت عايز، على حسب الماتيريال اللي هتحطها هتلاقي بقى ايه المكعب بدا ايه، هتحس انه حاجه حيه كده. طيب في بعض الاحيان انت
كتير جدا في الجيمز، تلاقي الطريق تلاقي عماره، بس ايه العماره فيها تفاصيل كتير جدا او لوحه مرسومه او كده. الجرافيكس عشان تصممها هتبقى صعبه لان فيها تفاصيل دقيقه جدا. فاحسن حاجه بنعملها ايه؟ بنصور الحاجه دي وبعدين نحطها على المكعب، على جسم المكعب، بدل ما نحط التفاصيل بنصور. مثلا لو انا عايز اعمل الارضيه دي، الارضيه دي بدل ما ارسمها رسم والالوان والارضيه دي لو فيها رسومات هتبقى صعبه جدا، فانا بصور جزء من الارضيه وبعدين احطه على المكعب واكرره على المكعب، يبقى موجود برضو. ايه لو انا عايز الارضيه بتاع المكعب، خلاص اخد الارضيه دي واحط عليها الصوره، ارزع عليها الصوره، فيبان ايه ان دي ارضيه الغرفه. الاسفلت اللي موجود في الالعاب والجيمز، الاسفلت ده معمول ازاي؟ جايبين صوره من الاسفلت وبعدين حاطين الصوره دي على ارضيه، الارضيه دي مكعب او مستطيل او whatever. الجنينه عندك، الجنينه بيبقى فيها نجيله، النجيله دي صعب جدا انها تتعمل في الجرافيكس، فبيصوروا النجيله وبعدين يحطوا صوره النجيله دي على المكعب في الجيم، فانت تظهر كان في حد رسمها، ومفيش حد رسمها ولا حاجه، ده مجرد صوره متصوره. فدي المرحله الثالثه والمرحله الاخيره في المن. هنوصل مرحله بمرحله لحد ما نوصل ان احنا ايه، نعرف نعمل حاجه ونحط عليها تكتشرز ونكسيها كسوه، بيسموها تكتشر اللي هي كسوه. تخيل الكعبه اللي عندنا هنا في مكه، في السعوديه يعني، في مكه الكعبه لو رسمتها هتبقى مكعب، رسمه هتبقى مكعب، صح ولا لا؟ تقريبا مكعب طبعا، هو الجوانب كلها مش زي بعضها. انا اكتشفت ان ايه، كل جنب او كل جنب ليه ارتفاع وطول وعرض مختلف عن التاني خالص. هي تشوفها مربعه، تشوفها مكعب، بس هي مش مكعب، لا الارتفاع زي العرض ولا يعني، هتلاقي الابعاد كلها مختلفه، بص على النت وانت هتلاقي. الشاهد هنا ايه؟ ان لو رسمت دي على الكمبيوتر هترسم مكعب لونه اسود مثلا، مثلا يعني، او بني. طب عايز تعمل التفاصيل بقى، عايز تعمل الكسوه نفسها، هتقعد تصمم فيها؟ لا، هيبقى صعب عليك. لا، انت احسن حاجه تعمل ايه؟ تصور الجوانب وتاخد الصوره دي تلزقها على الجنب ده، الصوره دي تلزقها على الجنب ده، والصوره دي تلزقها على الجنب ده، يظهر لك ايه؟ تصوير. نعم، تصوير باي حاجه، تصوير صوره، صوره بالجوال، تاخد صوره بالجوال او صوره بالكاميرا عشان تبقى الريزولوشن عالي شويه، وبعدين تكسي الايه، الصوره دي على المكعب، يظهر المكعب كانه متصمم تصميم دقيق، وهو مش متصمم ولا حاجه، وكل الحكايه ان احنا خدعنا اليوزر، جبنا الصوره حطيناها على المكعب. فلو وصلنا ده يبقى خلاص ايه، ده جزء كبير جدا. طبعا الاوبن جي ال لو انت دخلت فيه بقى، ادخل فيه بقلب جامد، عيش حياتك فيه. اتفضل. نعم، على اي حاجه، الالعاب الجيمز كلها، لو لقيت السماء اللي موجوده قدامك، السماء دي عباره عن صور سحاب وبعدين لازقينها في مكعبات فوق. انت بتشوف السماء في الجيم صح؟ سماء كده قدامك، السماء دي عباره عن، السماء دي عباره عن حاجه اسمها المش. مش ده عباره عن مثلثات ومربعات او مثلثات بس، وبعدين لازقين فيه بشكل ما صورة للسماء ومتكررة بس وخلاص. فأنت يبان إن دي كأنها سماء حقيقية، هي صورة. الأرضية اللي تلاقي الجبال، كل دي متصورة صور ومحطوطة على الجيومتري، محطوطة على الرسم. هنتكلم طبعا عن ده، هياخد شابتر لوحده، بس ده أنا باين لك إن إحنا الخطوات اللي إحنا هنمشيها طول المنهج. طيب الأوبن جي إل ده إيه؟ عايزين نعرف يعني ايه اوبن جي ال. الاوبن جي ال عباره عن مكتبه برمجيه بيسموها الاي بي اي. المكتبه البرمجيه دي بتساعدنا في حاجه معينه، متخصصه في حاجه معينه، اللي هو ايه؟ عمل رسومات. طبعا الرسومات دي ممكن تكون ثنائيه الابعاد، ممكن تكون ثلاثيه الابعاد. اي حاجه بتظهر قدامك على الشاشه دلوقتي هنا قدامك ده، الفونتس والكتابه المكتوبه دي والالوان والحاجات دي كلها رسومات معموله برضو ايه؟ بحاجه زي الاوبن جي ال، معروضة على الشاشة بحاجة زي الأوبن جيل. طيب احنا ممكن نعمل ايه بالأوبن جيل؟ ممكن نعمل primitives اللي هي مثلث، مربع، مكعب، كرة، اسطوانة، ممكن نرسم أي رسمة ثلاثية الأبعاد. شغل المكافأة.
فممكن نرسم مكعبات، ممكن نرسم مثلث، مربع، البريمتيفز اللي هي الحاجات الاساسيه اللي زي الجدار اللي قدامك ده. الجدار ده عباره عن شويه طوب كده. عندنا حاجه اسمها بريمتيفز، هي اللي بتكون كل الجيم اللي قدامك او كل المنظر اللي قدامك او كل الفيديو اللي معمول جرافيكس اللي قدامك. فالبريمتيفز اللي هي مثلث، مربع، كره، اسطوانه، مخروط، حاجات زي كده، دي اسمها بريمتيف. ممكن نعمل بالاوبن جي ال نعمل الكلام ده. فاحنا لو استخدمنا الاوبن جي ال هنقول ايه؟ احنا عايزين نفصل نفسنا عن الاوبريتنج سيستم، عايزين نبقى ايه؟ نعمل لاير لوحدنا بعيد عن الاوبريتنج سيستم، فيها الجرافيكس لايبرري او فيها الجرافيكس اللي احنا عايزين نعمله. فممكن نشغله على اي حاجه. لو فصلناه عن الاوبريتنج سيستم ده معناه ايه؟ اخد الابلكيشن بتاعي اشغله في اي حته، اشغله على لينكس ماشي، اشغله على ماك او اس ماشي، اشغله على الوي على على الجهاز الموبايل ماشي، سمارت فون او على التابلت. يبقى انا بفصل الاي بي اي بتساعدني ان انا بفصل ايه جهاز الرسومات بتاعتي والجيم بتاعتي عنها. ولذلك الويب جي ال دي ممكن تشغلها على اي براوزر. فالبراوزر لما بيظهر مثلا براوزر موجود في اللينكس، افتح البراوزر او افتح مثلا اكسبلورر او كروم او وات ايفر او فايرفوكس، افتح ده وبعدين شغل الجيم على طول او شغل الجرافيك بتاعك على طول. هو اوبريتنج سيستم اندبندنت، يعني لا يعتمد على نظام التشغيل. فده الويب جي ال. الويب جي ال بقى طبعا هو ده الاوبن جي ال، هي اللايبرري القديمه اللي كانت موجوده قبل كده، حبوا يخلوها على الويب فعملوا حاجه اسمها الويب جي ال اللي هي موجوده هنا. الويب جي ال هي عباره عن جافا سكريبت. جافا سكريبت عشان كده بقول لك لازم تكون عارف جافا سكريبت، معموله بالجافا سكريبت، هي الامبلمنتيشن بتاع الاوبن جي ال بس بالجافا سكريبت. والاوبن جي ال اي اس ده خاص بالموبايل ابلكيشنز، السمارت فون ابلكيشنز. فهم خدوا السمارت فون ابلكيشنز اوبن جي ال وخلوها على الويب بشكل عام وطلعوا حاجه اسمها ويب جي ال. تمام. دي تاني، نعيد تاني، احنا السنه دي هندرس حاجه اسمها اوبن جي ال، والاوبن جي ال دي مكتبه بتساعدنا في الرسومات. عشان نفهم رسومات يبقى لازم نشوف المكتبه اللي تساعدنا في الرسومات. كانت في الاول اسمها اوبن جي ال وبعدين خلوها على الويب وسموها ويب جي ال. طيب عشان برضو نشغلها على الويب جي الويب ده لازم نبقى عارفين جافا سكريبت، لازم نبقى عارفين حاجه اسمها اتش تي ام ال 5 كامبس. اتش تي ام ال، خد بالك ان في اصدار تاني من الاتش تي ام ال اسمه اتش تي ام ال 5، في تاجز خاصه بيه. عشان كده بقول لك الاتش تي ام ال كبير شويه فلازم تكون عارف اتش تي ام ال. هنحتاج السي اس اس والجي كويري، بسيط جدا لما نحتاج الحاجات دي. بس برضو ايه عشان اعرفك ان محتاج ان انت يكون عندك خلفيه برمجيه في الويب ابلكيشنز، تعرف تعمل ويب ديزاين، تعرف تعمل صفحه بسيطه دي. بالنسبه للاوبن جي ال عايزين نفهم شويه حاجات كده. هنحاول نفهم اول حاجه البايب لاين اركيتكتشر. البايب لاين اركيتكتشر، شوف بس الماوس عشان اقدر اشتغل. البايب لاين اركيتكتشر هو عباره عن اركيتكتشر معين موجود في الجرافيكس. لو حبينا نكتب كده على البينت هنعرف يعني ايه بايب لاين اركيتكتشر. اوكي، لو انا عندي معادله زي كده اكس زائد واي، هنكبر الفونت شويه عشان يبقى باين، هنخليه 18 ونكتب عندنا اكس زائد واي، كل ده في ايه؟ في زد. العمليه دي عشان نعملها محتاجين ايه وايه؟ حاجتين اتنين. محتاجين حاجه اسمها ادر ومالتي بلاير. ادر يعني حاجه تجمع، ومالتي بلاير يعني حاجه تضرب. طيب يبقى هنعمل كده، نقول والله احنا عايزين ادر هنا
وعايزين برضو ايه ملتبلاي. الملتبلاير ده عملية الضرب، هيعمل عملية الضرب، والادر ده هيعمل عملية الجمع. ركز معايا بقى عشان تفهم البايب لاين اركيتكتشر. خلاص طيب، احنا عندنا اكس وواي وزد، دول اكتر من حاجة. يعني عندنا مثلا ايه واحد اكس واحد ودي بتلات مثلا واربعة مثلا، بعدين ثلاثة وخمسة، أي حاجة، أي أرقام تيجي، ثلاثة وأربعة وواحد، أي أرقام تيجي على بالك، خمسة وستاشر أو خمستاشر واتناشر، دي إكس واي وزد، قيم للإكس والواي والزد. المفروض إن أنا هاخد الواحد والاتنين أجمعهم على بعض وبعد كده أضرب فيهم الأربعة، بعد كده أخد الثلاثة والأربعة أجمعهم على بعض وأضرب فيهم الواحد، وهكذا. مركزين ولا لأ؟ مركزين معايا امجد؟ مركز؟ طيب المفروض ان انا هاخد الاكس زائد واي، يعني الاكس اجمعها على الواي بعد كده اضرب الناتج في زد. بس ده هعمل حاجه باركتكتشر اسمها بايب لاين. ازاي؟ هباصي عمليه، هباصي عمليه الجمع للادر، عمليه الجمع للادر، خلاص؟ وباصي عمليه الايه؟ الضرب لمين؟ للمالتيبلاير. طيب خد بالك البايب لاين الفكره الاساسيه بتاعته ايه؟ الراجل ده وهو بيعمل مالتيبلاير وهو بيضرب، وهو طبعا ده الادر بيباصي ايه؟ ناتج الجمع للمالتيبلاير. فاهمين ولا لا؟ الادر بيضيف اكس وواي وبعد كده بيدي للمالتيبلاير عشان يضرب الزد في ناتج الجمع اكس وزد واي. فاهمينها؟ طيب انا بقول له في البايب لاين، في البايب لاين، كلمه بايب لاين دي لازم تكون حافظها، عارفها كويس. بايب لاين اهي كاتبها لك بالخط الايه المنعكس ده، بايب لاين. بالفكره بتاع البايب لاين ايه؟ والراجل ده بيعمل مالتيبلاي، ركز معايا، الراجل ده هو بيعمل مالتيبلاي، يكون ده بيعمل عمليه جمع جديده. يعني الراجل ده وهو بيضرب واحد زائد اتنين يعني تلاتة، وهو بيضرب التلاتة في الأربعة، أثناء وهو بيضرب التلاتة في الأربعة يكون ده خد التلاتة والأربعة بيجمع فيه، التلاتة والأربعة الجداد مش اللي فوق، يكون خد دول وبدأ يجمع فيه في نفس الوقت. فدي الفكرة بتاعت الايه البايب لاين. يعني زي واحد واقف على الخط كده على خط إنتاج، وهو بيدي الكرتونه للي بعده، بيكون بيقفل، بياخد الكرتونه الجديده، هو خط الانتاج وهو معاه كراتين بتعدي عليه، وهو ماسك بايده كرتونه بيديها لصاحبه اللي جنبه، وفي نفس الوقت ايديه الثانيه على الكرتونه الجديده. ده معنى البايب لاين. مش هياخد الكرتونه وبعدين يديها لزميله وبعد كده يروح يتدير دايره كامله وبعدين يروح يجيب اللي بعدها، لا، اسرع شويه، اسرع شويه. هو طبعا مش زي البارت بروسيس. بيضرب التلاتة في الأربعة، ماشي. بص، هياخد الواحد زائد اتنين يجمعهم على بعض، هيطلع كام؟ تلاتة. هيجي نبص التلاتة لمين؟ للمالتيبلاير. وبعد كده المالتيبلاير هياخد التلاتة والأربعة دول اللي فوق دول، يبقى هنا هيبقى الزد هتبقى بأربعة. هياخد التلاتة والأربعة يضربهم في بعض، وهو بيضرب الثلاثة والأربعة ببعض، هي صدفة إن في تحت ثلاثة وأربعة، يعني المفروض تبقى أرقام مختلفة. فإيه؟ فهياخد في نفس اللحظة اللي ده بيضرب فيها الثلاثة في الأربعة، الثلاثة والأربعة الجداد يكونوا جم إيه؟ للآدر يجمع فيه. وده بيضرب يكون ده بيجمع حاجة جديدة. طيب نتنقل على اللي بعدها عشان تبقى عادي. فده هيكون بيجمع مين؟ الثلاثة والأربعة، جمع الثلاثة والأربعة فإيه؟ بيساوي سبعة، هيباصي هنا سبعة. وهياخد ايه؟ الزد هتبقى بواحد، هنشيل دي ونحط واحد. خلاص؟ دي هتبقى سبعه وده هيبقى واحد. في اللحظه اللي الملتبلاير ده هيضرب فيها الواحد في سبعه، يكون الادر جاب الخمسه والايه؟ وال 15 يجمعها. يبقى ده 20، يبقى ده بيجمع الخمسه زائد 15
وده بيضرب السبعه في الواحد في نفس اللحظه في نفس الوقت، بدل ما يستنى، بدل ما ده يستنى الناتب القادر يستنى ان ده يخلص وبعد كده يروح يجيب، لا يكون اسرع شويه. مش زي البارل بروسيسنج، مش زي عمليه البارل. عارفين البارل بروسيسنج اللي هو ايه؟ الحوسبه المتوازيه، ان انا بدي ده يعمل حاجه وده يعمل حاجه في نفس الوقت الحاجه تخلص. لا ده دي ايه؟ اسرع بس شويه، سنه اسرع، سنه اسرع بمرحله. ده فكره البايب لاين. طيب نرجع للسلايد. نرجع للسلايدز دلوقتي. البايب لاين شرحناها، بعد كده الشيدر بيزد اوبن جي ان. عرفنا يعني ايه بايب لاين، يبقى احنا عندنا عايزين ناخد الرسومات من الذاكره، ممكن تكون محفوظه على الهارد ديسك او محفوظه في الميموري بتاع الجهاز، وبعدين نعرضها على الشاشه. هتمر بمراحل، المراحل دي مربوطه ببعضها بالبايب لاين زي ما احنا شرحنا كده. يعني الاحداثيات بتروح لمكان، يكون المرحله اللي قبلها بتكون بتعمل حاجه ثانيه وهكذا. طيب يعني ايه شيدر بيزد اوبن جيل؟ لازم تفهم الفرق ما بين القديم والجديد، حاجه قديمه وحاجه جديده، حاجه كلاسيك وحاجه بقت مودرن. الاوبن جيل الكلاسيك اللي هو ايه؟ برضو ممكن نعرضها برسمه هتكون افضل. عندنا محتويين اثنين رئيسيين، عندنا محتويين رئيسيين هنقول ان دي هي الشاشه بتاعه العرض، شاشه العرض اللي انت شاشه العرض بتاعتك هرسمها كده بخط ال، دي الشاشه بتاعتك خلاص، ودي السي بي يو بتاعتك، دي السي بي يو. اوكي في هنا ميموري، وفي هنا ايه؟ بروسيسور. بروسيسور عايزك تفهم دي، لان اللي جاي كله معتمد عليه. يبقى احنا عندنا السي بي يو فيها ميموري وبروسيسور. طب قبل كده كان في الشاشه ما كانش فيها ميموري ولا بروسيسور، دلوقتي بقى فيه. طبعا هو كان فيها ميموري، كارت الشاشه بقى فيه، كان فيه ميموري، لكن ايه؟ ما كانش فيه حاجه اسمها جي بي يو. ايه الجي بي يو دي؟ البروسيسور اللي هنا اسمه جي بي يو، هنا اسمه ايه؟ سي بي يو. الجي بي يو ده بيتكون من بروسيسور صغير ورام، برضه في بروسيسور ورام. في بروسيسور ورام جوه الشاشه. الرسمه عشان ارسمها في الاول قبل كده، في فرق ما بين اولد وفرق ما بين النيو. نيو بقى ليه نظام. الاولد كان بيحصل فيه ايه؟ كان البروسيسور بتاع السي بي يو هو اللي بيعمل كل حاجه. عايز اعمل بروسيسنج للرسمه بتاعتي، بخلص كل حاجه جوه السي بي يو، وبعدين ابعت لايه؟ للشاشه تعرض. مفيش بقى لا بروسيسور، ما كانش فيه بروسيسور ولا جي بي يو ولا الكلام ده. اي حاجه عايز اعدلها، عايز الرسمه عايز ادورها سنه، لازم اغير الاحداثيات جوه السي بي يو وبعدين ابعت للشاشه. فكان بيعمل ديلي عالي جدا. ده الاولد، ده القديم. كل حاجه هعملها في السي بي يو وبعدين اروح ابعتها للشاشه. طب عدلت، لازم اروح ابعت للشاشه تاني، رايح جاي كده، رايح جاي على الشاشه. قال لك لا والله احنا مش هنروح ونيجي على الشاشه، احنا هنختصر الموضوع شويه ونقول والله ايه، احنا هنبعت الاحداثيات كلها للشاشه والجي بي يو هو اللي يتولى الامر. بس احنا هنبعت ايه؟ هنبعت الاحداثيات اللي هي البرتسيز. تمام، خلينا نشيل دي ونكتب بالايه، هنبعت البرتسيز، وهنبعت كمان ايه؟ هنبعت بروجرام بسيط. هنبعت بروجرام بسيط ليه؟ نبعت بروجرام، المفروض ان احنا هنبعت الاحداثيات، والاحداثيات دي هتلف وهتتغير شكلها وهتغير الوانها. يبقى ايه؟
الجي بي يو هو اللي هيعمل الكلام ده. هيعمل الكلام ده بناء على ايه؟ ما هو لازم يكون في تعليمات معينه. التعليمات دي اجيبها منين؟ ابعت معاه البروجرام، يبقى ابعت الفيرتسز وابعت معاهم البروجرام. فكل المهام بتاعت الجرافيكس بقت اتنقلت بقى من السي بي يو، بقت في الجي بي يو، بقت في الشاشه، اسرع بكتير من الاول. يبقى احنا عندنا الحاجه القديمه والحاجه الجديده. الحاجه القديمه ان احنا كل حاجه كانت بتتم في السي بي يو رايح جاي على الشاشه كده، وده كان بياخد ديلي عالي جدا. والحاجه الجديده ان احنا بنبعت الفيرتسيز كلها للشاشه، والشاشه هي اللي تتولى الامر. طبعا انتوا عارفين ان في دلوقتي كارت الشاشه بيبقى فيه بروسيسور، بيبقى فيه ميموري منفصل. حد سمع عن الجي فورس 4؟ الجي فورس والحاجات دي، في كارت شاشه اسمه جي فورس، في طبعا وانفيديا ده برضو نوع من انواع كروت الشاشه. فده الحاجات اللي هي موجوده في السوق فيها الجي بي يو. الاجهزه العاديه، الجهاز ده فيه جي بي يو، تمام. فدلوقتي الرسمه بقت ايه؟ كل المعالجه بتاعتها وكل شكل، كل التغيير بتاعها بيتم فين؟ في الجي بي يو. فده معنى الجزء الثاني اللي هو شيدر بيزد اوبن جيل. شيدر بيزد اوبن جيل يعني كل حاجه بيتم بحاجه اسمها الشيدر. شيدر يعني ايه؟ بعد كل حاجه للايه؟ للشاشه، والشاشه هي اللي تتولى الامر. طيب عشان نبعت بروجرام، هنبعت بروجرام، البروجرام ده اسمه ايه؟ اسمه شيدر. شيدر بروجرام هيتكتب بايه؟ بلغه، بانهي لغه؟ هيتكتب بلغه اسمها اوبن جي ال شيدنج لانجوج. اوبن جي ال شيدنج لانجوج هنتعرض ليها وهنعرف ازاي نكتب البرامج اسمها، الاختصار بتاعها جي ال اس ال. يبقى احنا برضو لازم نعرف شويه جي ال اس ال، زائد ان احنا نعرف جافا سكريبت. ف رجاء منكم روح النهارده راجع على الجافا سكريبت، نزل اي فيديو من على اليوتيوب واتعلم المبادئ الرئيسيه للجافا سكريبت. خلاص. لو بصينا بقى في الكلاسيك، النظام الاولاني القديم، احنا عمالين نتكلم شفوي او في رسمه اهي، عمالين نتكلم من بدري شفوي كده، في رسمه قدامك اهي بتبين لك المراحل المختلفه بتاعه البايب لاين. عليكم السلام. ماشي، اتفضل. فالمراحل المختلفه بتبدا بالفيرتكس داتا. الفيرتكس داتا هي الاحداثيات الخاصه باي شكل مرسوم قدامك. اي شكل بيترسم في الكمبيوتر عباره عن مجموعه من الاحداثيات. طبعا هنعرف ازاي نعمل الاحداثيات دي لما يجي الجزء بتاع البرمجه. فدي المراحل المختلفة، من أول ما يبقى الفيرتسيز موجودة في الميموري لحد ما توصل بالشاشة على اليمين، زي ما انتم شايفين الرسمة بتاعت اللي هي الجار دي، التي بوت، براد الشاي. الرسمة البراد الشاي ده عبارة عن مش، حاجة اسمها مش، مثلثات صغيرة. المثلثات الصغيرة دي معمولة بإحداثيات، والاحداثيات دي محفوظه على حاجه اسمها فيرتكس داتا. الفيرتكس داتا بتعدي على حاجه اسمها فيرتكس ترانسفورم اند لايتنج. لايتنج ده النظام القديم ده، البايب لاين اللي هو في الاوبن جي ال 1 اللي هو 1994. خلاص، صدر سنه 1994 لحد 2004 ما كانش فيه ايه؟ ما كانش فيه شيدرز في الاوبن جي ال. كل الكلام ده من اول 1994 لحد 2004، كل الكلام ده كلاسيك، النظام القديم اللي هو الفيرتكس بيتعمل فيها لايتنج وترانسفورمز. ترانسفورم يعني تحركها، تكبرها، تصغرها، تلف في السين، تمشي بالكاميرا شويه. بعد كده البريميتيف راسترايزيشن، يعني ازاي تاخد المنظر تطبعه على الشاشه. خد بالك ان الرسمه في الكمبيوتر بتتم ازاي. لو انتوا تعرفوا ازاي بيعملوا افلام الكرتون هتبقى وفرت عليا كتير جدا. بيعملوا افلام الكرتون ازاي؟ حد عارف؟ افلام الكرتون بتاع توم وجيري، بيرسم الرسمه. ها؟ بالظبط. الرسام بيعمل ايه؟ بيرسم كل حركه. مظبوط. يبقى انت كده ايه؟ وفرت عليا كتير جدا. بيرسم توم وجيري ازاي؟
مثلا هو عايز ايه يجيب القط بيرفع ايده كده، فيرسمه بالمنظر ده، وبعد كده يرسمه بالمنظر ده، وبعد في لوحه ثانيه، في لوحه جديده، يعني لوحه جديده يرسم فيها بس وهو متحرك حركه بسيطه، وبعد كده يرسم حركه بسيطه وهكذا، وبعدين يعرض الصور دي ورا بعض، فيظهر ان القط بيجري او بيتحرك زي ما انتم شايفين، زي ما انتم بتشوفوه. هنا نفس الحكايه، بعدل تعديل بسيط، انا عايز مثلا مكعب يلف، بعدل تعديل بسيط في الاحداثيات وبعدين اعرضه، وعدل تعديل بسيط وهكذا، تبص تلاقي المكعب كانه بيلف. كل حاجه من دول بيسموها فراجمنت. فراجمنت يعني ايه؟ كانه مقطع بيجي ورا بعضه كده، صوره بتيجي بعدين المكعب يلف يجي صوره ثانيه، فيبان ان المكعب عمال بيتحرك قدام. بس نفس الفكره بتحصل هنا برضو. طبعا ده في الايه، في الشيدر بيز والكلاسيك اللي هو القديم، يعني الاثنين برضو بيتم فيهم نفس الفكره، اللي هو ايه، حتى الشاشه نفسها بتعرض بنفس الشكل ده، الشاشه اللي قدامك دي بتعرض بالفكره دي، انها بتعرض الرسمه بعد كده تمسحها، بعد كده تعرض رسمه جديده، كل ده 50 مره او 60 مره في الثانيه، اقل حاجه يعني يوم ما تبقى بطيئه 60 مره في الثانيه، بتعمل الحركه دي 60 مره في الثانيه، فانت عينك ما بتلاحظش حاجه. لو قل عن 60 مره في الثانيه ابدا عينك تلاحظ ان في فليكر، حاجه اسمها فليكر، يعني الفيديو حتى وانت بتتفرج على الفيديو على النت ولا حاجه تلاقيه الفريمز بدات تبقى بطيئه، بقى في اقل من 60 فريم في الثانيه، فتبص تلاقي الفيديو عمال يتحرك بحركه فليكر. تمام؟ فدي المراحل المختلفه. المراحل المختلفه زي ما قلنا في الاول ان في بايب لاين، يعني في حاجه بتبصل حاجه، انت بصيت للمرحله اللي بعد كده من الفيرتكس داتا للفيرتكس ترانسفورم، بيكون هو بيجيب فيرتكس جديده للمرحله اللي بعدها، والمرحله اللي بعدها تكون بتعمل حاجه، يكون في المرحله اللي قبلها بتعمل حاجه جديده زي ما قلنا في البايب لاين اركتكتشر. وده الشكل الايه؟ الكلاسيك، الشكل القديم. الشكل الجديد عملوا حاجه اسمها ايه؟ فيرتكس شيدر وفراجمنت شيدر، الاثنين دول اللي باللون المختلف دول، اللي هو من اول اوبن جي ال 2، من اول اوبن جي ال بعد 2004 بقى في حاجه اسمها فيرتكس شيدر، وبقى في حاجه اسمها فراجمنت شيدر. الفيرتكس شيدر متخصص في الترانسفورم اللي هو الحركه والانيميشن والحاجات دي، والفراجمنت شيدر اللي هو متخصص في الالوان والاضاءه وازاي يعمل صوره اخيره هتتعرض على الشاشه. خد بالك ان الصوره الاخيره اللي هتتعرض على الشاشه صوره واحده من 60 مره في السنه، صوره واحده بس من 60 مره في السنه. عشان كده زمان كان الموضوع صعب، انت بتنقل 60 فريم في الثانيه للشاشه، لا دلوقتي بقى خلاص انقل الرسمه للشاشه وهي ايه، هي اللي تعمل كل حاجه بسرعه. في حاجه اسمها الاوبن جي ال اي اس، الناس هتسمع الحاجات دي كتير لو انتوا بتشتغلوا في المجال ده، يعني لو ابحرتوا شويه في المجال ده هتلاقي حاجه اسمها اوبن جي ال اي اس. الاوبن جي ال اي اس خاص بالموبايل ابلكيشنز، الهاند هيلد ديفايسز زي التابلت والسمارت فون، طبعا معتمد على اوبن جي ال 3. اوبن جي ال 3 خلاص احنا قلنا من اول 2 وانت طالع في الاوبن جي ال، قبل 2 ما كانش فيه شيدرز، 2 وانت طالع كده فيه شيدرز، فالاوبن جي ال اي اس معتمد على اوبن جي ال 3.1، فخلاص هيكون فيه شيدرز. الويب جي ال زي ما قلنا هو معتمد على اوبن جي ال اي اس 2، فبرضه فيه شيدرز، وممكن تنفيذ اي برنامج ويب جي ال على اي براوزر، اي براوزر، فايرفوكس، انترنت اكسبلورر، اي حاجه، اي براوزر ممكن يشتغل، الكروم بيشتغل عليه، هنشتغل على الكروم كتير، انا بحب اشتغل عليه. طيب لو احنا بنتكلم على الويب جي ال بقى، خلاص انسى بقى الاوبن جي ال والمراحل المختلفه والكلاسيك، النظام القديم والنظام الجديد، وبعدين عرفنا الاوبن جي ال 1 والاوبن جي ال 2 والاوبن جي ال 3، الاصدارات المختلفه من اول 2004 بقى في حاجه اسمها شيدرز، الشيدرز دي بتسهل عليا كتير، برمي كل حاجه، برمي كل حملي على الشاشه وهي كارت الشاشه هو اللي بيتولى الامر، بقى في جي بي يو، الجي بي يو هي اللي الجرافيكس بروسيسنج يونت، زي السنترال بروسيسنج يونت سي بي يو، الجرافيكس بروسيسنج يونت يعني الجي بي يو، بقى في بروسيسور خاص بالشاشه هو اللي بيتولى الامر. هنتكلم بس على الويب جي ال. الويب جي ال بتاخد
حاجه اسمها الفيرتسيز، والفيرتكس شيدر بيقعد يعمل بروسيسنج في الفيرتسيز، هيحرك الفيرتسيز، هيكبرها، هيصغرها، يعمل زوم ان زوم اوت، ويحسب الاحداثيات الجديده. هو زوم ان زوم اوت برضو ايه؟ الاحداثيات اللي هي على الشاشه. بعد كده الاحداثيات اللي على الشاشه تبقى هي الراسترايزر. راسترايزر يعني ايه؟ انا عندي غرفه معموله بالمقاسات بتاع الورلد اللي هو العالم اللي هو الامتار. الغرفه دي هينفع ان انا اعرضها على شاشه صغيره؟ ما ينفعش، لان المساحه كبيره جدا، فلازم اخد الاحداثيات بتاع الورلد دي واحولها للاحداثيات بتاعه الشاشه. يبقى اقدر ايه؟ اخد الغرفه دي واحولها لاحداثيات الشاشه بحيث انها تظهر على الشاشه، يبقى في مابنج. فدي حاجه اسمها الراسترايزيشن. الراسترايزيشن يعني ايه؟ تحويل الابعاد الحقيقيه دي في ابعاد على الشاشه عشان تتعرض قدامي على الشاشه. بعد كده بتبقى فريمز، بتبقى صور. الصور دي يبدا مين؟ الفراجمنت بروسيسور، هو اللي الفراجمنت شيدر هو اللي يعمل فراجمنت بروسيسور. يعني يبدا بقى ياخد الايه؟ الفريم دي، يقول والله كان في ضوء في المكان الفلاني، طب في الوان في الحته الفلانيه. لما يبقى في ضوء الالوان هتتغير، طب هتتغير بالشكل ازاي؟ زي ما انت شايف قدامك كده، اللمبه دي، اللمبه اللي قدامك فوق دي على الجدار اللي جنبك ده، بص على الجدار هتلاقيه الراجل اللي دهنه ودهنه بلون واحد بس، صح ولا لا؟ بص عليه دلوقتي في الوان مختلفه، اللون مش ايه، هنقول ان اللون ده اللي هو البيج، ده لون بيج. لو بصيت عليه دلوقتي عينيك شايفه حاجه غير البيج، هناك مايل للابيض وهنا مايل للاسود، بيج بس مايل للابيض، في درجات مختلفه من الالوان. الفراجمنت شيدر هو اللي بيعمل الحاجات دي، هو اللي بيقول والله انا هاخد ايه، في ضوء في المكان الفلاني، يبقى المفروض الارضيه هتتاثر بالضوء ده، يبقى الالوان هتتغير عشان يبان ان ايه، ان في ضوء، تمام. فالفراجمنت شيدر هو اللي هيعمل الكلام. وفي الاخر ايه؟ بعد ما نعمل ده كله هنودي كل حاجه للفريم بافر. الفريم بافر اللي هو اقرب حاجه للشاشه بقى، الذاكره اللي هتاخد اللي فيها الحاجه اللي هتتعرض على الشاشه. الشاشه بتاخد منها وتعرض، تاخد منها وتعرض، فريم بافر، تمام. دي الخطوات المختلفه. فاحنا هنعمل برنامج للفيرتكس شيدر وهنعمل برنامج للفراجمنت شيدر عشان ناخد الفيرتسيز وبعدين نعملها بروسيسنج في الفيرتكس شيدر، وبعد كده نوديها على الفراجمنت شيدر نعملها بروسيسنج للاضاءه والحاجات دي، خلاص. طيب لو احنا هنعمل اي برنامج من هنا وجاي هنعمل الخطوات اللي جايه، اي برنامج هتكتبه لازم تعمل الخطوات اللي جايه. اول حاجه هتعمل كانفاس. كانفاس يعني هتعمل مكان في الويب، مساحه في الويب سايت، في الويب بيج هتاخد مساحه معينه تستقطعها عشان ترسم عليها الرسم. المساحه اللي انت هتستقطعها دي اسمها الكانفاس، خلاص. دي اول خطوه، يبقى هتحدد مساحه معينه. بعد كده هتجنريت داتا ان ذا ابلكيشن. يعني ايه؟ في الابلكيشن انت عايز ترسم ايه؟ عايز ترسم حجره، يبقى لازم تقول احداثيات. فين نقطه الاصل بتاعتك؟ هتقول والله نقطه الاصل الركن ده. بعد كده هنقول في نقطه ثانيه على ارتفاع متر ومتر او مترين لفوق، يبقى اكس بزيرو وواي بمترين. تحط الاحداثيات في البرنامج، يبقى الخطوه اللي جايه تحط الاحداثيات بتاعتك. خد بالك الاحداثيات اللي انت بتحطها، بتحطها بمقاسات الورلد اللي هو 2 متر و10 متر والحاجات دي، خد بالك ان دي بمقاسات الورلد. انت بتحط بتقول والله انا عايز مربع صفاته ان ايه، الاحداث الاولاني متر وزيرو، وبعدين مترين وثلاثه، وبعدين كذا وكذا. بتاخد الاحداثيات، تحط الاحداثيات بتاعتك في البرنامج. بعد كده بتعمل حاجه اسمها شيدر بروجرامز، اللي احنا اتكلمنا عنها. الشيدر بروجرامز اللي هي دي فيرتكس شيدر وفراجمنت شيدر. عشان الفيرتكس شيدر ياخد الداتا اللي هنا الاحداثيات، لو انت عايز تعمل لها انيميشن هو اللي هيتخصص في موضوع الانيميشن. لو عايز تعمل لها الوان وتغير الالوان، الفيرتكس شيدر هو، الفراجمنت شيدر هو اللي هيغير الالوان. بعد كده عملت انا البرامج، يبقى لازم يبقى في مكان في الميموري بتاعت الجي بي يو اللي مع الجي بي يو عشان احط فيها الفيرتسيز بتاعتي. يبقى لازم تعمل حاجه اسمها البفر، تعمل بفر في الجي بي يو على الشاشه يعني، او على كارت الشاشه.
لما بقول هنا الشاشه بقصد بيها كارت الشاشه، مش بقصد الشاشه نفسها. الشاشه نفسها ما فيش حاجه، الشاشه نفسها ما فيهاش ايه، فيها فريم بافر بس، لكن ما فيهاش جي بي يو. الجي بي يو اللي هو كارت الشاشه، ممكن يكون في السي بي يو او ممكن يكون في الكيس بتاع الجهاز، يعني مش لازم يكون على الشاشه نفسها. لاحسن واحد يتخيل ان انا بقول جوه الشاشه مفيش جي بي يو جوه الشاشه، هو كارت الشاشه يعني في نهايه الكيبل، في نهايه الكيبل بتاع الشاشه، الكيبل بتاع الداتا اللي هو ده نهايته من الناحيه الثانيه، ده الطرف، ده الطرف بيتركب، الطرف ده بيتركب فين؟ في الجي بي يو، في كارت الشاشه. خلاص؟ ده اللي احنا بنتكلم عنه، مش في الشاشه نفسها. الشاشه نفسها فيها حاجه اسمها فريم بافر. طيب بعد كده انا عندي احداثيات على البرنامج بتاعي، وعندي في الشيدر فريم بافر، يبقى لازم تربط الاحداثيات في الفريم بافر، تربطهم، تعمل حاجه اسمها كونكت، يعني تربط الاثنين ببعض عشان توصل من الاحداثيات، توصل الاحداثيات بتاعتك توصلها للفريم بافر او المساحه اللي انت خزنتها. وبعد كده ريندر، يعني تعرض الحاجه دي، ريندر يعني تعرض الحاجه دي على الشاشه. لو حبينا نتكلم على الكانفاس او الابلكيشن بتاعي او الشيدرز بتاعتي، هنعملها في سكريبت جافا سكريبت. الشيدرز هنعملها في سكريبت، بس مش جافا سكريبت، احنا هنعمل سكريبت خاص بينا اللي هو الجي ال اس ال اللي احنا قلنا عليه بالنسبه للشيدرز، لكن الاكواد الباقيه هتبقى في اتش تي ام ال وجافا سكريبت الاثنين دول. فعشان كده لازم تبقى عندك خلفيه عن الاتش تي ام ال والجافا سكريبت. في حاجه اسمها ال HTML Canvas، ودي طبعا الكانفاس ده دلوقتي ممكن تستخدم ال HTML بس، HTML 5 يعني فقط من غير ويب جي ال ولا حاجه، ممكن ترسم رسومات بيه، يعني ممكن في انستراكشنز معينه ترسم رسومات على الويب، بس احنا مش ده اللي احنا هندرسه، احنا هندرس ازاي تستخدم الويب جي ال، لان ال HTML 5 ليه تراك لوحده، ليه تراك في الرسومات مختلف شويه عن الشيدرز والاوبن جي ال والحاجات دي. فممكن ال HTML 5 اصلا لو اتعلمته كويس ممكن تعمل رسومات برضه بيه. فاحنا هنستخدم الكانفاس بتاعه عشان نطلع عليه الرسمه بتاعته. طيب وده ايه الرسمه، اول رسمه هنعملها ان شاء الله المحاضره اللي جايه. دي الرسمه اللي احنا المفروض هنعملها المحاضره اللي جايه. هنكتب فيرتكس شيدر، هنكتب فراجمنت شيدر، هنعمل HTML كانفاس، وهنرسم الاحداثيات بتاعه الايه؟ المثلث، نحدد الاحداثيات بتاعه المثلث اللي المفروض هتتعرض معاه. خلاص؟ دي محاضره النهارده، ان شاء الله المره الجايه هنبدا نكتب الكود ده. يعني ده المره الجايه على طول هنبدا نكتب الاكواد بتاعه المثلث. ازاي نعرض مثلث على الشاشه؟ طيب كده خلصنا المحاضره بتاعه النهارده، في اي سؤال؟